وسهلا فيكن ببرنامجكن المفضل مدرستي. أنا اسمي سيدة ماريان وبعلمكن مادة اللغة العربية. شو رأيكن نبلش حلقتنا بمراجعة سريعة للحواس الخمس؟ منبلش مع أول حاسة وهي حاسة البصر. منشوف علامة عين. بيرجع عنا حاسة السمع، منشوف علامة أذن. بيرجع عنا حاسة الشم، منشوف علامة أنف. حاسة الذوق، منشوف علامة فم. وأخيراً حاسة اللمس ومنشوف علامة يد. هيك منكون عملنا مراجعة سريعة للحواس الخمس. وهلأ قبل ما نبلش بدنا نسمع أغنية حلوة كتير. جربوا احفظوها وجربوا غنوا معنا وأنا بشوفكن بالفقرة التالية. عندي خمس حواس هي نعمة من ربي، عندي خمس حواس هي نعمة من ربي. في أنفي أشتم الزهرة، في لساني أتذوق تمرة، وفي عيني كم أبصر طيرة، وبأذني كم أسمع غنوة، وبيدي ألمس هرة. عندي خمس حواس هي نعمة من ربي، عندي خمس حواس هي نعمة من ربي. حضروا دفتركن وقلمكن لأنه هلأ بدنا نستخرج حرف جديد. بنتعرف على حرف جديد بأشكاله ومع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. تنشوف على اللوح أستخرج الحرف. كتبت أنا نص في بكلماته الحرف يلي بدنا نكتشفه. منقرأ سوا. نزل نزار إلى بستان زيتون. رح أرجع عيدها. نزل نزار إلى بستان زيتون. زار مازن منزل نور. أرنب منال ناعم. نرجع منعيد هون. زار مازن منزل نور. أرنب منال ناعم. الحرف يلي بدنا نستخرجه موجود تقريباً بكل الكلمات، تقريباً يعني موجود بنزل، بنزار، ببستان، بزيتون، بمازن، بمنزل، بكلمة نور، بكلمة أرنب، بكلمة منال، وبكلمة ناعم. حذرته؟ شو هو الحرف اللي عم يتكرر بالكلمات؟ صح، حرف النون. اسمه حرف النون وصوته ن. اسمه حرف النون وصوته ن. كيف منكتب حرف النون؟ يلا بدنا نشوف سوا كيف منكتب حرف النون. انتو كمان على دفتركن اكتبوا معي. حرف النون شكله من النقطة مننزل ومنعمل سلة، كأنه عم نرسم سلة وفي عنده نقطة، ما مننسى النقطة طبعاً. هيدا هو حرف النون بشكله المنفرد، يعني حرف النون حرف منفرد. كم شكل عنده حرف النون؟ حرف النون عنده أربع أشكال. صح، عنا حرف النون حرف منفرد، عنا حرف النون متصل من جهة واحدة. خلينا نكتبه ونشوف كيف شكله. منكتب حرف النون بهيدا الشكل، مثل الكرسي، مثل الكرسي وعليه نقطة من فوق. هيدا الشكل بيتصل من جهة واحدة، يعني بيعطي إيده من ميلة واحدة وهي من ميلة اليسار. الشكل الثالث لحرف النون هو حرف النون المتصل من جهتين. صح، منبلش بإيده ومنطلع منعمل الكرسي ومنرجع منعطيه إيد تانية، منعلمها منيح تنقشعها
وما مننسى النقطة من فوق، وهيك بيصير عنا شكل حرف النون المتصل من جهتين. صار عنا ثلاث أشكال لحرف النون: حرف النون حرف منفرد، حرف النون حرف متصل من جهة واحدة، حرف النون حرف متصل من جهتين، وأخيراً بعد عنا شكل واحد هو حرف النون المتصل بآخر الكلمة. منبلش من إيده من فوق ومنرسم السلة، وهيك بيكون صار عنا أربع أشكال لحرف النون. عنا بنرجع منعيدهم، يلا خلينا نشوفهم سوا وانتو اكتبون على دفتركن: حرف النون حرف منفرد، حرف النون حرف متصل من جهة واحدة، حرف النون حرف متصل من جهتين، وحرف النون حرف متصل بآخر الكلمة. هلأ بدنا نحط حرف النون مع الأصوات. رح نبلش بالأصوات الطويلة، منتذكرها سوا. عنا آ، وعنا أو، وعنا إي. رح نبلش مع أول صوت طويل وهو الآ. منكتب حرف النون متصل من جهة واحدة، والنقطة ما مننسيها، ومنوصله مع الآ. شو صار عنا؟ نا. صار عنا نا، نه، آ، نا. تعطينا الصوت نا. هلأ بدنا نكتب حرف النون مع الصوت الطويل أو. كمان نكتب الكرسي، يعني حرف النون متصل من جهة واحدة ومنوصله مع الأو. بيصير عنا نو. شو بيصير عنا؟ نو. صار عنا نا نو. بعد عنا صوت طويل واحد وهو الإي، بدنا نكتبه مع حرف النون. طبعا حرف النون بده يتصل من جهة واحدة، منكتب حرف النون المتصل من جهة واحدة، ما مننسى النقطة، ومنكتب حده الإي. بيصير عندي ني. صار عندي حرف النون مع الأصوات الطويلة اللي هي نا، نو، مي. هلأ عنا الأصوات القصيرة. دايماً نستعمل لون تاني للأصوات القصيرة، منتذكرهم سوا. عنا الفتحة أ، عنا الضمة أو، عنا الكسرة إي، وعنا السكون ما إلها صوت. يلا بدنا نحط الأصوات القصيرة على حرف النون ونشوف شو بيصير عنا. منبلش مع الفتحة وبيصير عنا ن. تاني ن الحرف المتصل من جهة واحدة، راح نحط له ضمة وبيصير عندي نو. تالت حرف المتصل من جهتين منحط له كسرة وبيصير عنا ني. وأخيراً ن حرف متصل بآخر الكلمة منحط له سكون وبيصير عندي ن. وهيك كتبنا حرف النون مع الأصوات القصيرة. رح نرجع نقراهم سوا. ن حرف منفرد، نو حرف متصل من جهة واحدة، ني حرف متصل من جهتين، ون حرف متصل بآخر الكلمة. لكن اكتشفنا اليوم سوا حرف النون، تعرفنا عليه بأشكاله الأربعة، وقريناه مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. بس نحن ما خلصنا، بعد عنا تمارين كتير. خلوا دفتركن، خلوا قلمكن، وما تروحوا محل، وضلكن ناطريني لأنه أنا بدي أشوفكن بالفقرة التالية. استخرجنا حرف النون سوا وشفناه بأشكاله الأربعة، شفناه مع الأصوات الطويلة ومع الأصوات القصيرة. هلأ عنا تمرين من خلاله
بدنا نستخرج كمان حرف النون بأشكاله الأربعة. شو بدنا نعمل؟ بدنا نقرأ السؤال. أضع دائرة حول حرف النون، يعني بدي حوق أو حط دائرة، ارسم دائرة على حرف النون بقلب الكلمات. منشوف أول كلمة، عنا صورة نار وتحتها في كلمة نار. ماذا نسمع في أول كلمة نار؟ ن، صح، يعني حرف النون موجود بأول كلمة نار. منحط له دائرة. وهلأ بدنا نشوف حرف النون بكلمة نار كيف شكله. هو حرف متصل من جهة واحدة، صح، رح نكتبه تحت كلمة نار تنتذكر إنه بكلمة نار حرف النون شكله متصل من جهة واحدة. رح ننتقل لتاني صورة. شوفوا صورة حلوة كتير، صورة أرنب، صح، بكلمة أرنب. وين هو حرف النون؟ أرنب، بالوسط، يعني متصل من جهتين، صح؟ لا، منه متصل من جهتين، لأنه قبله في حرف الراء يلي بيتصل بس من ميلة اليمين. لكن حرف النون بكلمة أرنب موجود بوسط الكلمة بس متصل من جهة واحدة. نعمل دائرة على النون ومنكتبه تحت كلمة أرنب. وهيك صار عنا بكلمتين، بكلمة نار وبكلمة أرنب، عنا حرف النون متصل من جهة واحدة. ننتقل لتالت صورة وهي صورة عين. عين، ماذا نسمع في آخر كلمة عين؟ صح، نه، نسمع نه، عين. نضع دائرة على حرف النه في كلمة عين. كيف شكله حرف النه بكلمة عين؟ متصل بآخر الكلمة، صح، متصل بآخر الكلمة. رح نكتبه حده هون. وهيك صار عنا شكلين لحرف النون، عنا حرف النون متصل من جهة واحدة مثل بكلمة نار وأرنب، وعنا حرف النون متصل في آخر الكلمة بكلمة عين. مننتقل للصورة التالية. شوفوا هون عنا عنب. شو عنا؟ عنب. وين حرف النون بكلمة عنب؟ وين منسمعه؟ بالوسط، صح، بس هالمرة حرف النون متصل من جهتين، لأنه الحرف اللي قبله عاطي إيده وحرف اللي بعده عاطي إيده. منحط دائرة على حرف النون المتصل من جهتين، منكتبه تحت كلمة عنب. وهيك صار عنا ثلاث أشكال لحرف النون، عنا حرف النون متصل من جهة واحدة، حرف النون متصل بآخر الكلمة، وحرف النون متصل من جهتين. بعد عنا شكل واحد لحرف النون تنشوف. عنا صورة منزل. منزل، كلمة منزل حرف النون وين موجود؟ بأول الكلمة، بوسط الكلمة، ولا بآخر الكلمة؟ بوسط الكلمة، ومنشوف إنه متصل من جهتين. حرف النون متصل من جهتين، عاطي إيده من الميلتين، من ميلة اليمين ومن ميلة اليسار. منكتبه من تحت الكلمة. وهيك صار عندي محلين بكلمتين حرف النون متصل من جهتين، وبكلمتين كمان حرف النون متصل من جهة واحدة، وعندي بكلمة واحدة هي عين حرف النون متصل بآخر الكلمة. بعد عندي شكل واحد لحرف النون بعد ما شفناه بولا كلمة. شو هو؟ صح، حرف النون حرف منفرد. نشوف إذا موجود بآخر صورة، بآخر كلمة. عنا صورة حصان، وحدها في كلمة حصان.
ماذا نسمع في آخر كلمة حصان؟ ن، صح. نعمل دائرة على حرف النون يلي هو بآخر كلمة حصان. كيف شكله حرف النون؟ هل هو متصل أو منفرد؟ رائع، منفرد. رح نكتبه هون حده تنشوف حرف النون بأشكاله الأربعة. من خلال هيدا التمرين نحن حطينا رسمنا دائرة على حرف النون واستخرجناه من الكلمة وكتبناه تحتها تنرجع نعمل مراجعة لحرف النون بأشكاله الأربعة يلي هن. رح نرجع نعيدهم سوا. في عنا حرف النون متصل من جهة واحدة مثل بكلمة نار وأرنب. عنا حرف النون متصل بآخر الكلمة مثل بكلمة عين. عنا حرف النون متصل من جهتين مثل بكلمة عنب وكلمة منزل. وأخيراً عنا حرف النون حرف منفرد مثل بكلمة حصان. دونتوا كل شيء على دفتركن؟ كتبتوا كل شيء؟ ما تنسوا بعدين ترجعوا تعملوا مراجعة لكل التمارين اللي منعملها سوا. ما تروحوا محل لأنه حلقتنا بعد ما خلصت وبعد عندي لقلكن لعبة حلوة كتير. وأنا بشوفكن بالفقرة التالية. نار قوية. نور مشع. نملة صغيرة. نحلة صفراء. نمر قوي. نعنع أخضر. جاهزين؟ عنا لعبة حلوة كتير. كرمال نعمل هاللعبة بدي تقوموا تتحركوا لأنه هيدي اللعبة فيها حركة. هيدي اللعبة اسمها أسمع لا أسمع. شو اسمها؟ أسمع لا أسمع. أنا رح أقول كلمات، إذا منسمع بهيدي الكلمة حرف النون يعني نه، شو رح نعمل؟ رح نزقف زقفة. وإذا ما منسمع حرف النون رح نحط إيدينا ورا ظهرنا لأنه ما في حرف النون. جاهزين؟ يلا رح نبلش مع أول كلمة. اسمعوا كتير منيح. بن، بن. شو؟ حط إيدي ورا ظهري ولا بزقف؟ صح، بزقف لأنه فيها حرف النون. حبيتوا اللعبة؟ جاهزين؟ يلا حضروا حالكم وخليكم واقفين وخليكم بكل حماس تابعوني بالكلمات. يلا تاني كلمة اسمعوا كتير منيح. إنسان، إنسان. شو؟ فيها حرف النون؟ نعم، أسمع حرف النون. كم مرة بسمع حرف النون بكلمة إنسان؟ صح، مرتين، لكن رح زقف زقفتين. مرة، اثنين، لأنه سمعت حرف النون مرتين. يلا تالت كلمة هي كلمة جمل. جمل. شو منعمل؟ عم نسمع حرف النون بكلمة جمل؟ لا، ما عم نسمعها. منحط إيدينا ورا ظهرنا. يلا برافو، كتير منيح. منكمل سوا. هلأ كلمة جديدة، كلمة أرنب. كلمة أرنب. شو؟ عم نسمع حرف النون؟ نعم، نصفق. منزقف زقفة واحدة. يلا بعد كلمة اسمعوا كتير منيح. جزرة، جزرة. جزرة. شو؟ عم نسمع؟ لا أسمع. حط إيدي ورا ظهري. كلمة أخرى؟ نعم. نار، نار. حط إيدي ورا ظهري؟ لا، أسمع حرف النون، زقف. رائع. يلا بعد كلمة
حصان، حصان بس مع حرف النون. نعم وصفق. طيب واخر كلمة، يلا اخر كلمة انا وياكم، اسمعوا كتير منيح لانه هيدي اخر كلمة. ورود، ورود بسمع شي حرف النون؟ لا اسمع، بحط ايدي ورا ظهري. كنتوا عظيمين رائعين، وانا كنت كتير مسرورة وكتير فرحانة بهيدي الحلقة. انا هلا صار لازم ودعكم، بس قبل بدنا نسمع اغنية حلوة كتير، نجرب نحفظها ونغني معها، وانا بشوفكن بالحلقة القادمة. ما تنسوا تحضروا دفتركن وقلمكن. إلى اللقاء. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. لون التفاح أخضر، أما الموز فلونه أصفر، لون الكرز هو أحمر، البرتقالي هو لون الجزر. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان. لون البحر نراه أزرق، لون الغراب أسود حالك، لون الغيم أبيض ناصع، ولون البني كشعر طارق. ألوان أينما كان، ألوان عديدة في البستان، ألوان الطبيعة ألوان نراها في لوحة فنان.